الله يسعد صباحكم بالخير او مساكي بالخير على حسب ما تشوفي الفيديو. اليوم بدي انزل طريقه مثل ما بقولوها العيادات، يعني شغل على الشوارب مثل ما بقولوها. طبعا انا ما بعملها هاي الاشياء عندي في البيت نهائيا، انا هذه لاختي اوكي، بس حابه اوريكم انه كيف بجهز الاغراض تاعتي قبل ما ابلش بشغلي، حتى ما اضلنيش الف وادور حوالين الاغراض تاعتي. ماشي. هلا بما انه هذا زيت ثوم اسود، راح استخدم الاعشاب اول، ومجرد ما ينشف الشعر راح احط الزيت، بعديها راح احط الصنفرة المعطرة عندي، واستخدم الجهاز هذا بصنفرة فروة الراس اوكي. بعدين راح استخدم حمام كريم حتى اتاكد انه ما فيش بقايا لاي زيت على الشعر. ليه؟ لاني بدي استخدم لها الديرما بين. ماشي. طبعا انا هنا ما حطيت الامبول اللي راح استخدمها عشان ما حد يفكرها دعايه. اللي بتحب تشتري الديرما بن هون في موقع بالكويت، مش موقع يا ربي، في حساب في الانستغرام لوحده بتبيعهم، وبصراحه لقيت سعرهم معقول، 25 الجهاز مع 25 حبه ابره. يعني انا هذا افضل شيء لقيته بصراحه وارخص شيء، لانه هذا لما مره دخلت على صيدليه بدون ذكر اسماء الصيدليات 65 دينار كان حقه، بس هو معاه ابرتين. هي بتبيعك الجهاز مع 25 حبه، وبرضه انا راح احط لكم حتى يعني الافضل انك تتاكدي، لاني انا لفيت حساباتي كثير فممكن اكون مخربطه بالحساب. عرفتوا علي كيف؟ وفي عندك هذا الجهاز، هذا موجود في النسائم ب 40 دينار سعره. طبعا انا ما بعمل دعايات، بس انا بحب اوريكي شغلي في البيت كيف بعمله لإلي ولخواتي. خواتي من امي وابوي، يعني مش صديقات، لا اختي. انا ما بعمل لاي حدا نهائيا، انا مو عياده، انا مو صالون. عرفتوا علي كيف؟ وهذا الجهاز ب 40 كثير. طبعا هذا الجهاز له 8 سنوات عندي، كثير حلو. طبعا انا لما اشتريته كان 35، ولما اجيت بدي اعمل لكم عروض واني ادخله بالباكيجات تاعتي لا، لقيت المبلغ حيكون جدا مكلف عليكم انتم. فانت اذا بتقدر تطلعي تشتريه اطلعي اشتريه، 40 دينار حقه احلى حاجه. هذه في عندك هاي القطعه لتنظيف البشره، وهاي القطعه للشعر، وكثير حلو. وهنا بتشيلي وبتخفف الحرارة عليكي. ترى الجهاز عن جد رائع، يعني أنا يمكن تمني سنين وزود، يمكن تسع سنين تقريبا. يعني سعره 40 دينار موجود بالنسائم. ماشي. هلأ زي ما قلت لكم راح أقبل، بما إنه هذا توم، زيت توم أوكي، هذا الزيت اللي راح أستخدمه توم، حيكون أعشاب الزيت التوم الصنفرة. اما اذا راح يكون زيت غير التوم او غير الحلبه اوكي المستنبته، راح استخدم الاعشاب، بعدين راح استخدم الصنفره، بعدين استخدم الزيت. لكن انا بما اني بدي احط ثوم عشان اتاكد مليون بالميه، لانه هذه الصنفره معطره، اتاكد مليون بالميه انه انا ما في عندي ريحه توم. هو اوكي ما راح يطلع لك ريحه توم، بس انا يعني انا بعطيك الافضل. عرفتوا علي كيف؟ فهنا شغلي على زيت الثوم الاسود حيكون زي برجع بحكي، اعشاب زيت الثوم الصنفره مع هذا الجهاز. ترى على فكره حتى الحساب ببيع هذا الجهاز مع حمام كريم اوكي. بعدها اخر شيء راح اعمل الديرما بن بامبوله. طبعا انا ما حطيت الامبوله زي ما قلت لكم علشان ما حدش يفكرها دعايه. اتفقنا؟ هذا هو، هذا طبعا لانه زيتهم مره واحده بالاسبوع. الامبولات هاي بتنعمل كل 15 يوم او 25 يوم على حسب حالتك. يعني اذا انت بدك اياها للعنايه 25 يوم، اذا انت بدك اياها للفراغات الكثيره بتكون كل 10 ايام ل 15 يوم. وعلى فكره الـ 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 الابر اللي انا بستخدمها اللي هي بيقولوا عنها النانو، شوفوها، هاي اللي هي اصغر حجم، مش عارفه مش راضي تظهر معي، هذه هي ظهرت هيك معكم، نانو اسمها.